ما شاء الله تبارك الله، جمال الطرح وحسن الأداء بالمقام الصنعاني. جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك أخي أحمد المضوني على هذا العمل الجبار، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء وأن يجزي كل من ساهم بنشر كتاب الله، لا سيما في هذا الزمن الذي نحن فيه زمن الفتن. كتاب الله مؤنسنا بعصر تجرعنا بكفيه الوبالة، ففي القرآن ما يحيي نفوسا غفت في مفرش اللهو اتكالا. أرى فتنا كقطع الليل تعمي قلوب السائرين لها ضلالا. سأحمي النفس من داعي هواها، تقول نعم نعم فأقول لا لا. نعم نعم لنشر كتاب الله جل وعلا، نعم نعم لقراءة كتاب الله جل وعلا، نعم نعم لسماع كتاب الله جل وعلا. هنيئا لك ختم المصحف. محدثك العبد الفقير إلى ربه ماجد التركي، متعاون في برنامج جودة القرآن الكريم في جامعة القصيم سابقا وحاليا مستشار قانوني. أسأل الله جل وعلا لك التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.